السلام الملكي. مسيرة الخريجين. على أرض الكرم والخير وتبقى أجمل الأوطان ملامح مجدنا في جامعة طيبة رفعنا شامخ.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور جمال المرعشي، سعادة محافظ محافظة العلا الأستاذ راشد القحطاني، سعادة المشرف العام على فرع الجامعة بالعلا الدكتور يوسف العنزي، أصحاب الفضيلة وجهاء العلا، وسعادة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام، زملاءنا الطلاب والطالبات، أحبتنا رجال المستقبل وأمل الأمة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أطيب ترحيب في هذا الحفل المبارك، حفل تخرج الدفعة 20 من طلاب طيبة وطالباتها. خير بداية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها على مسامعنا الطالب الخريج عبد المحسن الفريدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آن القطاف فما أحلى بنا الثمرة، وبورك الجهد جبارا ومنتصرا. هذا التخرج مكتوب له فسرا، وقد تشلى شروقا نابتا أثرا، واليوم تحضره فينا رئيستنا. فمرحبا في حضور يشبه القمر. نبارك لزملائنا وزميلاتنا الخريجين والمتفوقين المتميزين، ونفرح معهم ونشاركهم هذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعا، ونقول لهم بذلتم جهودا طيبة مباركة
حتى حستم هذا النجاح في دراستكم وتميزا في أعمالكم، واليوم تقطفون ثمار ما قدمتم. كلمة الخريجين والخريجات تلقيها الطالبة الخريجة دعاء خالد العنزي، فلتتفضل مشكورة. أيها الزملاء والزميلات الأعزاء الكرام، الخريجون والخريجات، هذا يوم مبارك نحتفي فيه بالتخرج، وإنها لمناسبة عظيمة وفرحة كبيرة، فقد قطفتم فيه ثمار جهودكم في السنوات الأربع الماضية. والآن اسمحوا لي أن أهنئكم من أعماق قلبي بهذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعاً التي طالما انتظرناها طويلاً، وأن أشارككم فرحتكم الغامرة، وها هي قد جاءت تحمل معها البهجة والسرور والأمل. أنتم درع الوطن الشامخ وعماد نهضته، أنتم رجال المستقبل وبنات الغد المشرق، واحتفالنا اليوم بتخرجكم يعني استمرار مسيرة البناء والعطاء، لأنكم تمثلون أمل المستقبل. لذلك ندعوكم إلى مزيد من العمل والبذل والجد والتطوير لأنفسكم ولبلدكم، فهذا هو السبيل للنجاح والتفوق. إن الأمل معقود عليكم، وإن المهام الموكلة بكم عظيمة، لذلك عليكم متابعة تخصصاتكم وإتقانها على أحسن وجه، والإطلاع على كل جديد في مجالات وظائفكم ومواكبة تطورات العصر. وألا نظن أننا بلغنا نهاية المطاف في دراستنا، بل عليكم العمل والمثابرة، لأن المستقبل لكم وفي انتظار سواعدكم المعطاءة. وإن الجامعة سعت لرفض المجتمع بفلذات أكبادها من المتميزين في كل تخصص، كما حرصت على النهوض والارتقاء في المجالات كافة، وسبيلها في ذلك إن الإنسان يحيا بالعلم والإيمان وتتقدم الأمم به. هذه هي مسؤولية أبنائنا المخلصين الأوفياء، فالتفوق في العلوم يعني أننا آمنا بما نقوم به ونسعى للوصول إليه، وهذا ما سار عليه كوكبة من أبناء وطننا العزيز، فقد وضع هؤلاء نصب أعينهم رسالة مهمة، ألا وهي العطاء للوطن وبناؤه بناء قويما. وهذا العطاء يعني البحث والدراسة والتواصل مع كل ما هو جديد في كل مجال. نعم، لم يكن النجاح والتفوق نتيجة لجهودكم وحسب، فقد كانت خلفه أسرة تعمل وتصبر وتوجه وتقدم لكم وترعاكم أحسن رعاية. فألف تحية لكل أب وأم بذل قصارى جهده وأعطى ما لديه ليرى ابنه وابنته اليوم خريجاً يصل إلى نهاية مرحلة ويبدأ بأخرى. وأخيراً أتمنى لكم التوفيق دائماً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوسف والعطاء اليوم غيث وقد طابت لنا منه القلوب، فقدت الفرع في يسر وزرع أقمت حدوده وزه الطيوب. قاد الفرع فرع جامعة طيبة بالعلا بسلاسة وحنكة وذكاء، وقدم لأبنائه الطلاب والطالبات ما يشبه حنان الأم وعطف الأب، ووفر الاحترام لكل منسوب الفرع، وأضاء بنصحه وتوجيهه الدرب لهم، فله منا التقدير. والآن مع كلمة مدير عام فرع العلا سعادة الدكتور يوسف بن عبد الله العنزي، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى عبده
وسلم. سعادة رئيسة جامعة طيبة، سعادة محافظ محافظة العلا، سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، زملاء أعضاء هيئة التدريس والموظفين، أبناء الطلاب والطالبات، الآباء والأمهات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأبناء الطلاب والطالبات الأعزاء، أبارك لكم التخرج وأقول وكل أمل أن تقودوا المستقبل بأمانة. ألف مبارك لكم إنجازكم العلمي والعقبال أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، وأهنئكم من أعماق قلبي. أيها الأبناء الطلاب والطالبات، إن حكومتنا المباركة أعزها الله قدمت لكم كل ما تحتاجون، وسعت جاهدة لتكونوا في مقدمة الصفوف تعليماً وتوجيهاً وتثقيفاً، فدعت إلى العلم النافع والتزين بالأخلاق. لذلك علينا أن نكون أوفياء لوطننا ومليكنا، وأن نجعل حب الوطن والتضحية من أجله مبدأ نسير عليه ونضحي من أجله تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله. إن جامعتنا المباركة جامعة طيبة، ممثلة بسعادة رئيستها الدكتورة نوال محمد الرشيد، وفريقها العامل، تسعى جاهدة لتأمين كل مستلزمات الطلاب والطالبات من أساتذة وكفاءات علمية وتقنية وأبنية ومختبرات، لتكون أيها الأبناء في أعلى درجات العلم والمعرفة، فلها منا كل احترام وتقدير. أدعوكم إلى العمل والجد والمثابرة وأتقان تخصصاتكم، فهو حبل النجاة الذي ينهض به الوطن والمواطن. كما أدعوكم إلى بذل كل ما تستطيعون في سبيل النجاح والتفوق والتطور، فإن الأمم إنما تنهض بالعلم والعمل، ومن كانت بدايته مشرفة كانت نهايته مشرفة. وبهذه المناسبة أدعو الخريجين أن تبقى صلتهم مستمرة بالجامعة بعد تخرجهم، فهي كما احتضنتهم خلال سنوات الدراسة فإنها تتطلع لخدمتهم بعد تخرجهم في مواقع عملهم المختلفة في أرجاء الوطن، خصوصاً مع توفر وسائل التواصل الحديثة التي يمكن من خلالها التواصل مع الجامعة من أي مكان داخل المملكة وخارجها، خاصة وأن الجامعة تميزت بإقامة فعاليات متميزة في معظم المجالات العلمية. وأخيراً نتوجه باسمكم جميعاً بأسماء آيات الشكر والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتورة نوال محمد الرشيد رئيسة الجامعة حفظها الله وصحبها الكرام على رعايتها الكريمة لحفل فرع الجامعة بالعلا، واهتمامها به، وتقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق العلم أشرف الطرق وأجلها، لأنه يفتح أمامكم باب الحياة الواسع، ويمهد لكم السبيل إلى السعادة، ويرتقي بكم نحو العلياء، ويدفعكم إلى ميادين العزة والكرامة. الآن مع فيلم وثائقي نتعلم منه معاني الحياة. يولد الإنسان وتولد معه أقداره. منذ اللحظة الأولى بعد بصيص النور يبدأ السؤال: أين أنا؟ ومن هنا تبدأ رحلة استكشاف المحيط والبحث عن الأجوبة. كل يوم يأتي هو يوم آخر للمعرفة،
وكل يوم يمضي هو يوم نجد فيه بعض قطعة الأحجية ولم تجف أحبارنا من كتابة السطور. إن الطموح الأول كان من الحرف الأول، واليوم خطوة الثقة نحو آمال واثقة. إن النهضة كل النهضة تبدأ بالإيمان والتمكين، وقيادة أساسها متين. لقد أكرمت هذه الأرض بأن مكن الله لها حكاما نهضوا بها وبمن على أرضها، وحفظوا الحرمين وزوار البيتين، ودعوا إلى التعليم والتطوير، ورسموا خارطة للحالمين. لقد ألهموا شعبهم وأبهروا الناظرين إلى قممهم. وهنا في أرض معلمنا الأول، معلمنا طيبة الجامعة التي التزمت منذ تأسيسها بنشر المعرفة وبناء بيئة محفزة، ونافست لتكون صرحاً يعتلي القمة، فطورت الأبحاث العلمية وكانت شريكاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونقلت الجامعة نقلة نوعية شملت التخصصات الصحية والعلمية والنظرية والتطبيقية، واستحدثت البرامج المتوافقة مع الخطط التنموية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وفق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة العربية السعودية. دأبت الجامعة التي تحظى باهتمام ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة على أن تكمل مسيرة التسابق مع الزمان، وتنمي في طلبة الجامعة قدرات إبداعية وابتكارية، فافتتحت المراكز البحثية والتخصصات المستقبلية، واستقبلت طلابها وطالباتها في فصول دراسية تعلم التخصصات الجينية والطاقات المتجددة والتقنيات الذكية. ولم يقف دور الجامعة إلى التعليم الأكاديمي، بل إلى غرس العمل التطوعي والاجتماعي، وتوظيف طاقاتها الشبابية في خدمة المنطقة وزوارها بشكل إيجابي. أكثر من 56,548 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة، منهم 9,689 طالباً وطالبة يحتفلون بتخرجهم من جامعة طيبة هذا العام. تزفهم الجامعة إلى ساحات المنافسة، 240 طالباً وطالبة أكملوا دراساتهم العليا، و43 لم تكن احتياجاتهم الخاصة عائقاً في طريقهم، و191 طالباً وطالبة من غير السعوديين حظوا بمنح دراسية داخل الجامعة. لم تكن الرحلة سهلة، لقد كانت إصراراً بهمة. أتمنى بصراحة أن يقدرني الله أصلاً أني أقدر أرد هذا الجميل اللي قدم لي يا وطني وجامعتي. وبالنسبة كيف راح أقدر أرد هذا الجميل، أني إن شاء الله أكون فرد نافع وبناء في هذا المجتمع، بأني كل ما تعلمت وكل ما أعطتني إياه الجامعة وأعطتني إياه دولتي أني أرجع أقدم لها بعملي، سواء بما أني طالبة في كلية الهندسة المعمارية، بالمشاريع اللي راح أشرف عليها وراح أبنيها إن شاء الله أنها تكون بالكفاءة وبالطريقة اللي تمثل وطني أولاً ثم جامعتي. أنا أقول شيء، أقول شكراً للجامعة الطيبة على اللي قدمته العامل خلال مسيرة الجامعية. أنا متأكد أنها لحظة صعبة وحتكون مسيرة، يعني تقريباً قطعنا 15 سنة، فأنا أشوف أنه حتى وإن حاولت أن أصرفها ما راح أقدر، لذلك أقول شيء، أقول شكراً للجامعة الطيبة. صعب وما حيكون موضوع سهل، ولكن أعتقد الطريقة المثلى لرد الفضل لكل من ساهم في تعليمي أو ساهم في وصولي إلى سنة التخرج الآن، أو من سيساهم في تعليمي مستقبلاً، إني أكون على قدر عالي من المسؤولية وأن أحمل المرضى والوطن في قلبي. لا يمكن للإنسان أن يحدد متى يتوقف عن التعليم والسعي في مناكب الحياة، سيبقى ضرورة تنعش عقله وروحاً تسير في أوردة وقته، وستمضي رحلة التطوير، وستكون الجامعات منارات لطموحات، وسيكون صرحنا هذا خطوة تخطو بها الأجيال خطوات، وستبقى جامعة طيبة ذكرى لمن صنعوا من هنا المعجزات.
استوعبت جامعتنا أبناء المملكة وغيرهم من الطلاب والطالبات والدارسين، وقدمت لهم كل ما يحتاجون. واليوم تقود جامعتنا عالمة كبيرة وقامة إدارية متميزة، إنها سعادة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد التي تحضر حفلنا وترعاه. هذا المساء جماله بتخرج وعبيره من سلس يروينا، ونوال ترعى حفلنا العشرين وحضورها في يومنا يغنينا. أهلاً وسهلاً ثم أهلاً نلقها لرئيسة في ساحنا تعطينا. الآن كلنا آذان صاغية لنستمع إلى كلمة سعادة رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، إخواني وأخواتي منسوبي الجامعة، الآباء والأمهات الكرام، أبناء الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم وأثمن لكم تشريفكم لنا اليوم جامعتكم جامعة طيبة. أقف أمامكم اليوم بشعور ملؤه الامتنان والفخر، ونحن نحتفي بتخريج الدفعة العشرين من طلاب الجامعة. أيها الحفل الكريم، حضوركم اليوم يعكس مدى دعمكم لخريجينا وهم على أعتاب فصل جديد من حياتهم، وقد أعدتهم الجامعة للمشاركة في بناء وطن طموح في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. تنطلق الجامعة من رؤية واضحة وقيم ثابتة وخطة استراتيجية متجددة ليكون لنا مخرج منافس في سوق العمل ومشاركة فاعلة في تعزيز التنمية واقتصاديات المعرفة في وطننا الغالي. أبناء الخريجين، قادة المستقبل، كان انضمامكم لهذا الصرح علامة فارقة وذكرى جميلة في مسيرتكم التعليمية، وقد سخرت لكم الجامعة مرافقها التعليمية والبحثية، ودعمت الأنشطة الطلابية، ودعمت أيضاً المسابقات التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، والرحلات العلمية لصقل مواهبكم وتعزيز خبراتكم. واليوم تنسجون قصة أخرى رائعة نحو مستقبل مشرق وواعد بإذن الله لخدمة وطن ينتظر منكم الكثير. أهنئكم جميعاً باسمي ونيابة عن منسوبي الجامعة وقياداتها الذين يشاركونكم هذه الليلة، هذه المناسبة السعيدة التي نفخر بها جميعاً. أولياء الأمور الكرام، آباء وأمهات، لقد ساهمتم بشكل كبير في نجاح أبنائكم ووصولهم إلى هذه المرحلة المهمة في حياتهم، فقد قدمتم لهم القوة والدعم اللازمين ليحققوا هذا الإنجاز العظيم، فشكراً لكم على تفانيكم وحبكم الذي لا يعد ولا يحصى، وهنيئاً لكم هذا النجاح. وختاماً، ندعو الله أن يوفق الجميع لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل حكومتنا الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدنا أيما سعادة بكلمتك، وتعرفنا الآن إلى قامة علمية كبيرة جديرة بالاحترام، وإلى قائدة إدارية متميزة، فألف ألف شكر من الأعماق لك سعادة رئيستنا. ولقد أخذت مكانة سامية بين القلوب ولم تكن لسواك، وأعدت للأجيال سالف ذكرهم، وصنعت معروفا نداه نداك. فنوال ترحيب بكم لا ينتهي، وسط العلا مما نثرت فداك،
بنت الرشيد ألا ترى أفعالها بحضور فرحتنا فلن ننساك. والآن نستأذن رئيسة الجامعة لأخذ صورة جماعية. في حفلنا الليلة تشع قمر، متخرجين وكلنا فرحة، من جامعتنا طيبة الأنوار تهدي لنا من طيبها زهرة، تهدي لنا من طيبها زهرة. وأخيرا نتوجه باسمكم جميعا، نتوجه باسمكم جميعا بالشكر إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الوفير والعلفان الكثير إلى سعادة رئيسة الجامعة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد على رعايتها الكريمة لفرع الجامعة بالعلا واهتمامها به وتقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي وتشريفها رعاية هذا الحفل اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.